موضوعنا اليوم أيها الإخوة الكرام الوحدانية والتثليث. يؤمن المسلمون بأن الله تبارك وتعالى واحد ليس له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هذه العقيدة ليست عقيدة خاصة بالمسلمين، هي العقيدة التي درج عليها أنبياء الله نبيا تلو نبي، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه العقيدة هي عقيدة كل أنبياء الله تبارك وتعالى بما فيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي التي بشر بها أيضا خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة لدينا بأن هناك من يقول بأن الله ثلاثة في واحد، ثالوث يؤول إلى واحد، ثلاثة في واحد، لكنهم ليسوا ثلاثة بل واحد. لا تحاول فهم هذه الفلسفة، فلدي نقول عن علماء المسيحية يقولون بأن هذا السر لا يمكن إدراكه بالعقل، لذلك لا تحاول فهمها. المسيح عليه السلام لم يعبد في حياته إلا الآب. دعني أسألك، هل عبد ناسوت المسيح الإبن؟ هو عبد الآب، هل عبد الإبن؟ لا. هل عندك نص بأن ناسوت المسيح عبد الروح القدس؟ لا، لا يوجد. هل يوجد نصوص أن المسيح عبد الآب؟ نعم، لقد عبد الله الخالق. إذن عندنا ثلاث شخصيات. من بهذه الشخصيات هو اللاهوت الحقيقي؟ واحد، الآب. كلام مين هذا؟ كلامي أنا؟ لا، كلام المسيح عليه الصلاة والسلام. يوحنا 17:2 رفع عينيه نحو السماء، هو المسيح، وقال أيها، لاحظوا الكلمة مهمة هنا، أيها الآب، يكلم الآب، أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابن أي ابنك أيضا، قد أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. السؤال لكم وأريد أن أسمع إجابة. خطاب المسيح كان موجها لمن؟ للآب، أيها الآب، يقول الآب أنت الإله الحقيقي وحدك. طيب ماذا عن المسيح؟ ويسوع المسيح الذي أرسلته، ما معنى هذا النص؟ الحياة الأبدية الجنة هي فقط لمن يقول لا إله حقيقي إلا الآب، إلا الله ويسوع المسيح رسول الله، وهذا ما نقوله نحن المسلمون. طريقا على ما جاء في يوحنا 17 بنرى أن شخص المسيح يتكلم، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، بس أعطيته سلطانا على كل ذي جسد. لو سألت الشيخ بحسب النص من الذي يعطي الحياة كرجل منصف قارئ لكلمة الله، يقول لنا الذي يعطي الحياة هو المسيح. طيب ما هي الحياة الأبدية؟ يقول لنا فضيلة الشيخ أن الحياة الأبدية معرفة الله. فنقول له كيف يعرف الإنسان الله؟ يقول لنا إن كان منصف لا أحد، مكتوب في إنجيل المسيحيين لا أحد يهدي إلى الآب إلا بي، أنا هو الطريق الحق والحياة. هل هؤلاء الثلاثة هم آلهة؟ الكتاب المقدس يحجب عنهم صفة الألوهية. رأينا أيها الآب، لما تكلم الآب قال له أنت الإله الحقيقي وحدك. إيش عمل جناب القس؟ جمع كده جمعة غريبة، قال أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح. لا لا، ليس هكذا يقول النص جناب القس، ليس هكذا. النص يقول أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فهذه الواو ليست واو العاطفة، إنما هي واو الاستئنافية، لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مو معناته لا إله إلا الله محمد، لا،
ليس هكذا تفهم النصوص جناب الخلق. وهذه الشرطة بالمناسبة في الأصول اليونانية عليها كلام طويل، الشرطة هذه اللي هي ويسوع المسيح الذي أرسل. علق على يوحنا 17، فلا يسعني أن أخذ كل المناظرة في يوحنا 17. لما نيجي نقول كده في يوحنا 17 ما قاله المسيح، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. سكت لا، و يسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى علشان يعرفوا الله لازم يعرفوا المسيح ويعرفوا الله الآب. ببساطة لو واحد فينا بعد المناظرة وبعد المحاضرة قال لك يا فضيلة الشيخ أنا عاوز أكون مسلم، قول له قول وراي أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول لك أشهد لا إله إلا الله ويسكت، هل يصبح مسلم؟ ما ينفعش، لازم يكمل الشهادة، ده واقع. فهنا بنقول وبنشوف و يسوع المسيح الذي أرسلته. لا أحد يستطيع أن يعرف الإبن، من هو الإبن؟ ولا أحد يستطيع أن يعرف الآب إلا الإبن. لا ينفي، لأن الروح القدس لا يعرف الإبن، لأن الروح القدس هو أيضا الله. لذلك قال المسيح في يوحنا 15 ويوحنا 16 أن الروح القدس عندما يأتي يأخذ الذي لي ويخبركم به. يعني معارف. فلا نصوص ينبغي أن تدرس بتواضع القلب. لكن تعالوا نأخذ شوية كده، هل نحن نعبد ثلاثة آلهة؟ كفروا الذين قالوا ثالث ثلاثة، كفروا. نحن نقول نعبد إله واحد، لكن إله واحد بيختلف عني وعنك في طبيعته، بيختلف. كوني مش قادر افهمه يبقى هو خلاص ضد العقل؟ لا، او مش ضد العقل، طبيعه الله مختلفه خالص. انا كشخص واحد ولا ثلاثه، لكن ليا جسد وليا روح وليا عقل. لما اقول عقل الله، روح الله، شخص الله، يبقى مين دول؟ الآب وابن الروح القدس. ده مش تجديف. لكن كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة، مش علينا، مش علينا يعني يا أخواننا، مش علينا، على بدعة المريميات المريميين اللي قالوا، ولما قالوا كده أي عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين دون الله، ده التسميس اللي بيرفضه الإسلام. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا ان الله واحد. اول وصيه في كتابنا المقدس في تثنيه 6 وعدد 4، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. الرب الهنا رب واحد، مش ثلاثه. وواحد لنا في العبريه وحدانيه جامعه. على سبيل المثال هذا الحصر، لما نعرف سفر التكوين يقول الكتاب وكان صباح وكان مساء وكان صباح يوم واحد. يوم واحد، رغم ان بنشوف ان في صباح وفي مساء، لكن يقول الكتاب عنهم انهم يوم واحد. باقي معاك دقيقه في كل القصة. لما اجي اقول قل هو الله احد، أحد ماذا؟ لما أقول اليوم قد تقابلت مع أحد الأصدقاء، إيه المعنى؟ إن أنا عندي أصدقاء كتير لكن تقابلت مع واحد منهم النهاردة. فلما نقول القرآن قل هو الله
كلمة أحد هي الوحدة الجماعة، مش الوحدة المطلقة. فريد فضل الشيخ يعلمنا يعني أحد ماذا؟ كلمة أحد كلمة مش كاملة، لكن بتتكلم عن هناك آلهة أخرى. اللي هي بيقول عننا أولوهيم، الوحدانية الجامعة مش الوحدانية المطلقة، اللي لها صفات بس الصفات دي عطلانة، الصفات دي مش شغالة، لا حاشا لينا. لكن الله طبيعته مختلفة عني وعنك. كونك انك مش قادر تفهم ده مش معنى انه ضد العقل. كونك انك مش قادر تفهم الدوائر الكهربية دي ماشية ازاي مش معنى انك تقعد في الضلمة. كونك انك مش قادر تفهم معنى انشطار الذرة وقانون الجاذبية مش معنى كده ان هم مش موجودين. اكتفي بذلك. جناب القس يقول ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته تشبه لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا صحيح، لكن لا تعني انه يسوع المسيح مع الله اله حقيقي، وهذا الذي اريده. انت الاله الحقيقي وحدك اشهد ان لا اله الا الله، ويسوع المسيح الذي ارسلته اشهد ان المسيح رسول الله. فاذا كان هذا ما تريده فهذا ما اريده، لكن لا تعني الا بان الاب فقط هو الله. ابدا بنقطه ذكرها في المداخله السابقه وانا نسيتها، قال لقد كثر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لا تتعلق بهم. بمن تتعلق؟ تتعلق ببدعه المريميه التي انتهت في القرن الخامس. يعني الاسلام ما كان بيرد على الموجودين في عصره، كان بيرد على فرقه انقرضت قبل 200 او 100 سنه. طيب ماشي، نقرا النص هذا ونشوف هذا يرد عليكم ولا ما يرد عليكم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. نص اخر، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه، يا اهل الكتاب لا تقولوا ثلاثه، انتهوا خيرا لكم، فانما الله اله واحد سبحانه. فهذه كانت تتحدث عنكم أم لم تكن تتحدث عنكم؟ متى 19 على 17، إذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. والأب ترتليانوس استدل بهذا النص على أن الله الآب أعظم من الابن، لأنه رفض أن يقال عنه بأنه صالح. يعقوب 2 على 19 يقول أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل، وأنت تؤمن أن الله ثلاثة شرا تفعل. هذا تكملة النص من عندي. النص يقول أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل. طيب إذا آمنت أن الله ثلاثة شرا تفعل. سفر الملوك الأول 8 على 60 ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر، فقط الله عز وجل هو الرب. إشعياء 37 على 20 أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. فقط أنت هو الله وحدك، ما قال معك الإبن ومعك القدس. إشعياء 44 على 24 أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي. وهكذا تجد النصوص. الآن نأتي إلى نص عجيب يعرفنا بصفات الإله، تيموثاوس الأولى 6 على 15 اسمعوا إلى صفات هذا الإله الوحيد وانظروا هل تنطبق على الروح القدس الذي لا يعلم مدى الساعة؟ هل تعلم تنطبق على الروح القدس الذي لا يستطيع أن يتكلم من نفسه؟ المبارك العزيز الوحيد الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب. ما هي صفاته؟ الذي له وحده عدم الموت لا يموت، والمسيح مات حسب كتابكم وجلس 3 أيام في القبر. له عدم الموت، له وحده، وحده هو الله الذي لا يموت. أما الإله الذي يموت فهذا كما يقول أوريغانوس إله بدرجة ثانية، إله ثانوي، ما
مذهب التابعية الدونية الثانوية، ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت، وين يسكن؟ ساكنا في نور لا يدنى منه، مش ساكن على الأرض وأكل شرب معانا وصافحناه وجسوني، لا لا، لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. هذا هو الإله الذي دعا إلى عبادته الأنبياء نبيا تلو نبي، الذي دعا إلى عبادته المسيح الذي عبده المسيح. مرة أخرى أذكر لكم، أين دعا الكتاب إلى عبادة المسيح الإبن؟ أين دعا إلى عبادة الروح القدس؟ إن أحدا في الدنيا لن يستطيع أن يجد ذلك.